عنا كيلو كباب كيلو بتنجان وكيلو لحم مفروم، عنا بصلة، ملح وفلفل، بهار، نص كيلو بندورة، معلقة كبيرة زيت، ولوز وسنوبر. خلاص. شو غدا؟ صح؟ طيب دلوقتي احنا علشان نعمل الوصفة دي عايزين بتنجان، بنحاول نجيبه كله مقاس واحد، بنحاول يعني قد ما نقدر انه ما يكونش في فرق قوي في الاحجام علشان خاطر يبقى كل السياخ تقريبا نفس المقاس. اوكي احنا دلوقتي هنا عندنا اللحمه بس حاطين لها بصله وملح وفلفل فقط لا غير، ورشه بهارات طبعا بس مش اكتر من كده. وهناخد دلوقتي البتنجان اللي عندنا، هنقطعها بالسمك ده تقريبا، يعني تقريبا قد كده تكون بالسمك ده. تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ هناخد اللحمة اللي عندنا اللي قلنا فيها ملح وفلفل و ملح وفلفل وبصل ورشة بهارات بس. هناخد السياخ، شوفي هنعمل ايه دلوقتي، هناخد حتة من الكفتة اللي عندنا، انا عايزاها تبقى حتة مش كبيرة لاني انا عايزاها قد ده، يعني يدوب قد البتنجانة نفسها، يعني حتى لو بعمل كده بيبقى احسن ان هي تبقى قدها، شايفة قد قطعة البتنجان، قد حتة البتنجان، وهحطها كده هنا كده وتفضل هي قد البتنجانة. وباخد حتة من كمان بتنجانة بحطها وبرجع باخد تاني لحمة وبنفضل كده لغاية ما بنخلص الكمية اللي عندنا لآخر السيخ يعني. بتبقى أحلى لما بنعملها بلحمة لحمة خروف، بتبقى أحلى كتير من لما يعني هي في الاتنين حلوين بس هي بلحمة الخروف بيبقى طعمها أحلى كده. وأنا عايزاهم يبقوا قد بعض، شايفة حلو هيك بيكون شكلهم. يعني عايزاهم يبقوا اللحمة قد البتنجان وبنفضل نكمل لغاية ما تخلص الكمية عندنا كده. أوكي طيب دلوقتي هناخد البتنجان ده بقى ونحطه في صينية في الفرن. اوكي هناخد الصينية بتاعتنا نحط فيها، ممكن نعملهم شوي هدول. ما احنا هنشويهم. لا انا قصدي على المنقل. طبعا. خلاص هنحط دول بقى دلوقتي في الفرن بس هنخلي الفرن مش يعني تقريبا نخليه على 200 والبتنجان عايزينه طبعا يستوي هو كمان. فعشان كده لانه مش هيقعد كتير في الفرن عشان كده احنا ادينا له زي ما قلنا مسحه خفيفه من الزيت وحطيناه في الفرن. اوكي تمام. طيب دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ نحط بقيه الطريقه الثانيه اللي بالصينيه. الطريقه الثانيه عملنا برضو الكفته راس كده. اوكي خليها هنا وبعدين بنجيب البتنجان اللي عندنا. انا اوريدي عاملينه تمام كده، هذا اللي حطيتيه بالفرن لثلاث دقائق من فوق، ثلاث دقائق بس كده وخلاص مع دهنة زيت. ايوه تمام. طيب خلينا في الوقت ده نعمل ايه؟ بس نحضر الزيت نحطه على النار، معلقه زيت بس، دي هنعملها للكباب المشوي اللي احنا حطيناها دلوقتي في السياخ. خلينا نشوف اصحابنا على الفيسبوك شو اخبارهم. طبعا احنا بنصبح عليكم كلكم اللي عم بتواصلوا معنا عبر صفحة الفيسبوك. ضلني اطلع منها. عندي درة صباح الخير وبتقول لك
بتسلم عليكي غادة طبعا درة، بتقول لك صباح الخير. صباح الفل. احنا بنصبح عليكي كمان يا درة، وعلى بنصبح عليك منال وامل وحسام مرام وعبد الله رمضان، بنصبح عليكم كلكم. ومصطفى وداد، عاملة وداد اشي زاكي من الرياض، بتصبح عليكي وداد. وريني عاملة فطور، هدول البيجلز صح؟ دي حركات وداد دعيبس صح؟ شوفي لي كده الاسم اه حاجات الحلوة كله بصراحة. الصور اللي بتوصلنا صور رائعة صراحة، فنانين ما شاء الله. بقول لك حتى واحنا عم نطبخ هون بفتح النفس هناك، يعني لما تطلع على الصور على الفيسبوك بفتح نفسك. اه والله ما شاء الله عليهم كلهم التطبيقات. يعني انا عايزة اقول لكم ان في مرة مثلا بعمل انا وصفة، التطبيق بتاع الوصفة اللي بيجي احلى من اللي انا عاملاه ما شاء الله. والله كتير في ستات شاطرين وانا كتير بنبسط بيهم على فكرة. طيب دلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هناخد البتنجان اللي عندنا والكفتة اللي احنا اوريدي مقطعينها وهنبتدي نرصهم بالشكل ده، كفتاية وقطاية وبتنجانة وهكذا بقى لغاية ما نخلص الكمية اللي عندنا. اوكي بيترصوا كده واحدة ورا التانية. بنصبح على أم النشامة وثريا من أبو ظبي، صباح الخير. هناخدها دي برضو كده ونحطها في الفرن مع أخواتها اللي بيتشووا. وهنا بس نشيل ده. بتعرفي غادة والله كتير بحاول لما أروح أعمل من الأشياء اللي بتعملوها هون بس بنسى. بس جاء عبالي مرة أقعد وأسوي لك أسوي شيء طبخة، أروح أبعت لك إياها فرجيك إياها. آه لازم. طيب إحنا نصبح على أم دالين من هولندا، صباح الخير. وبيان وهديل وسهى، نصبح عليكم. طبعا هديل عم تحكي انه بدها سلطة البوملي لانه موسم البوملي اللي بالرمان، ولا عايزاها السلطة الخضراء في كده وفي كده عزوقك اظن. هي بدها البوملي المهم. اه في سلطة حلوة وفي سلطة مالحة. طيب دلوقتي احنا بس هنعمل ايه؟ الطماطم البندورة اللي عندنا انا حطيتها في مية مغلية وبس عشان خاطر اقدر افتحها علشان اطلع بس البذر اللي فيها، وبنقطعها علشان نعمل للكفته المشويه نعمل لها شويه طماطم تحت تتحط معاها لما تيجي تتقدم. تمام بس بنشيل البذر كده وبعدين بقطعها. هحط البصل مع الزيت خليه بس يتقلى شوية. اللي بيحب بقى يحط فلفل حراق ممكن يحط فلفل حراق مع الأكلة دي. انت بتحب الحراق ولا ايه؟ انا لا صراحة لا. مرة خلاص مش هنحط النهاردة فلفل حراق. نحط دي كمان وخلاص. هي الكمية عندنا اصلا مش كبيرة. طيب هننزل الطماطم بندورة اللي عندنا، يعني بتتحمل كمان واحدة تقريبا دي انه طاتش كتير على النار وخلاص. دي يعني برضو ابتدت تحمر خلاص، بالذات الكباب اللي جوه خلاص قرب يستوي. لو تحبي بس هنستنى دي 3 دقايق على ما تستوي. ممكن في الوقت ده طيب. نحط هنا الصوص اللي عملناها الحمراء
تحت كده. ممكن بقى عندنا قلايه بندورة. بالظبط. ممكن تحطوا عليها شويه صنوبر او لوز زي ما بتحبوا. انا بصراحه من انصار اللوز، بحب اللوز وبحب اللوز الشرايح اكتر، مش عارفه اخف. بحس بالذات مع الصوص، يعني لو حاجه فيها صوص بحب ده اكتر من التاني، لانه بيبقى يعني مع الرز اوكي التاني لانه بيبقى قاسي كده وتخين مليان، بس مع الحاجات اللي نعمل صوصات وكده بحب هو شرايح. دي كده خلاص. هي الكباب الصحن الثاني خلص. تمام اوكي. ما هو كبير قوي، ما صار شيء، مش قادره اسيطر. لا